فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى سنن الترمذي، كتاب الأحكام، ما جاء في النحل، الهبات، يعني الهبات. يقول المصنف بسنده الصحيح، روى عن النعمان بن بشير أن أباه نحل ابنا له غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال: لا. قال: فردده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى عن غير من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يستحبون التسوية بين الأولاد، حتى قال بعضهم: يسوي بينهم حتى في القبلة. وقال بعضهم: يسوي بين ولدي في النحل والعطية، الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان. وقال بعضهم: تسوي بين الولد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول أحمد. حقيقة الأمر، مسألة العطية هي مسألة عظيمة جدا، وهي أنه إذا أعطى للولد شيئا يعطي للآخر مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رد عليه قال: أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن يعني عليك أن تكون في العطاء سواء بينهم. ولذلك العلماء اختلفوا في مسألة العطية. قال الأئمة الثلاثة: قالوا لابد أن تكون يعني العطية على السواء، الذكر مثل الأنثى في العطية، حتى يسوي بين أولاده، لأن النبي قال: سووا بين أولادكم في العطية، ولا يكون التسوية إلا بالمساواة بين الذكر والأنثى. والحنابلة خالفوا في ذلك، وقالوا: العطية تكون كما فرض الله في كتابه عندما قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا ضعيف، لأن المسألة الذي يستدل به أو الدليل الذي يستدل به العلماء الحنابلة هو القرآن، عموم الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم خصص ذلك بقوله: سووا بين أولادكم في العطية. وقول النبي: أكل ولدك نحلت مثل ما نحلت، فيها دلالة على التسوية لقول الجمهور. لما قال له لا، قال: اردده. في رواية قال: أشهد على ذلك غيري. كأن الإمام الشافعي قال لما قال له أشهد على ذلك غيري أنه أجازه، وإلا لما يشهد على ذلك غير النبي؟ ده النبي تركه للكمال، وهذا ضعيف جدا يعني في الفهم الحديث أو في إسقاط الدليل على الحكم، لأن النبي قال: إني لا أشهد على زور. في رواية قال: إني لا أشهد على زور، أشهد على ذلك غيري تغليظا. ومن سيشهد إن علم أن النبي لم يشهد؟ من سيشهد إذا علم أن النبي لم يشهد؟ فهذا تغليظ وبيان على الحرمة. وأما بالنسبة لقدر العطية، الجمهور أولى بالدليل على أنه لابد من التسوية. أما قول الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد، قال بعضهم: يسوي في القبلة. ذهب الجمهور كما قلت أن التسوية في ذلك مستحب، فإن فضل بعضا صح ذلك وكره، وهذا حمل النهي في هذا الباب على التنزيه، وهذا ضعيف جدا عند الجمهور في مسألة الحمل على التنزيه. لما؟ لأن النبي قال: لا أشهد على زور، سماه زورا، فكيف يكون في هذا الباب؟ كيف يكون على التنزيه؟ أما طاووس أحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكية: العطية باطلة، وأنا أدين الله بذلك، العطية باطلة في هذا الباب. وقيل تصح لكنه وجوبا يرجع، قاله أحمد. أما التفضيل وهذا القول هو الأصح، أحمد أسعد بالدليل بأنها على التحريم وأنها باطلة. وقالوا بالنسبة للتسوية: إذا كان في التسوية سبب لعدم التسوية كالحاجة مثلا، ولد ضعيف لا عمل له
وأيضا لا دخل له، فهذا لا شيء عليه أن يعطيه زيادة كما فعل أبو بكر مع عائشة، وفعل عمر مع ابن له كان ضعيف الدخل وأعطاه فوق ما أعطى إخوته وأعطى إخوة له. فإن وجد السبب والداعي للزيادة زاده، وإلا فلا وجب التسوية بين الأولاد. ولذلك قال له يعني أتريد أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال إذن يعني إذن لابد أن يكونوا لك أيضا في العطاء سواء، يعني لابد أن تعطيهم العطاء متساويا. الفوائد المستنبطة: وجوب التسوية بين الأولاد، الأمر على الظاهر، الأمر على المعاني لا على الألفاظ، الأمر على المعاني لا على الألفاظ. يبقى العام على عمومه ما لم تأتي، ما لم يأتي مخصص يخصصه. يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.